فكرة قناة على التيك توك بدون الظهور وبدون التعليق الصوتي، جملة أول مرة أقولها، طول عمري بقولها على اليوتيوب، لكن واقع الأمر أن هناك من يتحرك وياخد خطوة ويسبق الجميع ويكون الهدف الأول والأخير من هذه القناة على التيك توك اللي من غير ظهور ولا تعليق الأفليت ماركتينج أو التسويق بالعمولة بطريقة ولا أجمل ولا أروع. تعالوا في هذا الفيديو أكلمكم عن إزاي أنا أعمل قناة بدون الظهور أو التعليق الصوتي على التيك توك وتكون مليونية فايرل، كل فيديوهاتها ما شاء الله بأفكار بسيطة جدا، ويكون الهدف الأول والأخير لصاحب القناة هو التسويق بالعمولة من خلال رابط واحد فقط لا غير. هذا الرابط هيضم كل ما يريد أن يسوق ليه عبر أمازون ومواقع أخرى، ده اللي هنتفرج عليه مع بعض في هذا الفيديو بشكل عملي، وأفرجكم الخطوات كمان بإذن الله. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الاكونت اللي انا بكلمكم عنه، اسمه جورنال نيكي، ده لبنوتة حقيقة، يعني يمكن واضح هنا من ايديها ان ده طبعا ده اكونت لبنت هي اللي بتعمل الشغل ده. عدد المتابعين 2.5 مليون، يعني 2 مليون و500 الف، واللايكات وصلت ل 17 مليون. وهي هنا بتلعب على فكرة الاعمال اليدوية، ودي بقى ايه دعوة يا شباب لكل من عنده هواية، يمتلك هواية بجد ومش عارف يعمل بيها ايه، اهو توكل على الله. التيك توك ما يكونش فقط للاشياء التافهه والهايفه، لا، تعالوا هنا اهو نعمل شيء مفيد. وطبعا صاحبه هذا الاكونت فاهمه وعارفه بتعمل ايه كويس جدا، وهذا اتضح من خلال هذا اللينك اللي هفرجكم طبعا عنه بالتفصيل. لكن تعالوا في البدايه افرجكم على هذا الاكونت. اول فيديو حطيته كان من امتى؟ ننزل تحت خالص ونضغط على هذا الفيديو، وهيبان لنا هنا على اليمين ان هذا الفيديو تم انشاؤه في 22 يونيو 2021، يعني ما كملتش سنه على هذا الاكونت اللي ما شاء الله بقى حاجه يعني مليونيه. شوفوا هنا مثلا هذا الفيديو 35 مليون مشاهده، 4 مليون، 22 مليون. اذا ده الاكونت. تعالوا بقى نشوف ايه قصة التسويق بالعمولة، بتشتغل عليه ازاي. وزي ما قلت لكم بتعمل حاجة بتحبها جدا، وفي نفس الوقت ما فيش اي مانع ان هي تكسب من هذا العمل. طيب ازاي هي هتحط جميع الروابط بتاعتها في رابط واحد؟ ده من خلال موقع اسمه لينك تري، زي ما انتم شايفينه كده، ويتكتب بهذه الطريقة .ee لينك تري، وهتعمل اكونت. وهفرجك دلوقتي تعمل ده ازاي. من خلال بقى هذا اللينك الواحد انت هتحط اكتر من حاجة. طب ليه انا ما حطيتش كله هنا؟ لان سياسة التيك توك والانستجرام زي بعض، ما ينفعش تحط غير رابط واحد فقط لا غير. هو ده الرابط بتاعها، بيوديني على 2 4 6 6 اشياء مختلفه، اللي يقينا منه ما يكون مثلا منتجات هي افليت معاها على امازون. زي ده مثلا هضغط هنا هلاقي نفسي على طول بشكل مباشر رحت على موقع امازون، ولو ضغطت على اي حاجه وكده اشتريها هي هتاخد الكوميشن بتاعها اهو. طالما لقيت رف اعرف على طول ان ده شغل افليت. فلو رجعنا تاني، كل دي بقى اشياء طبعا مش كله امازون، يعني عندها مواقع اخرى مركزه معاها، زي مثلا هذا الموقع ستيشنري بال، عدد زواره مقرب على نص مليون، بس هي عارفه بتعمل ايه حقيقه، يعني حتى لو الزيارات مش كتير. اهو موقع اخر بيبر اند برنت، وبرده هتلاقي هنا رف، رف دي معناها ده رابط الاحاله بتاعها، وهكذا بقى. ولو دخلت والقيت نظره على الباقي هتلاقي نفس الفكره هي بتطبقها. طيب انا دلوقتي فهمت الفكره اهو، يبقى انا دلوقتي ممكن اعمل شيء مثلا بدون الظهور وبدون تعليق صوتي، بس بتحط في الخلفيه موسيقى انت مش عايز تحط، ما تحطش، وحط اللينك بتاعها هنا، وهي ما بتعملش حاجه غير ان هي بتقعد مثلا تلون زي ما هنشوف هنا اهو، تقعد تلون وتعمل اشياء. ده الفيديو اللي عامل 35 مليون مشاهده. هي دي الفكره، انت عندك هوايه وانت عندك هوايه، ليه ما تعملوش حاجه كده وتشتغلوا بقى على موضوع الروابط للافليت من خلال نفس الاستراتيجيه دي اللي انا شخصيا مطبقها من زمان. هنا على الاكونت بتاعي على الانستجرام هتلاقوا هنا نفس الطريقه ونفس الاستراتيجيه، ودي انا عاملها يمكن من ايه اكتر من سنتين، لينك تري سلاش ام انصاري. ولو ضغطت هنا هتروح الى هذه القائمه اللي بتكلم فيها عن ايه بقى. بص هنا كل دي روابط، مصادر التسويق بالعمولة واليوتيوب، مصادر نشر الكتب على كيندل امازون، قناتي الرسميه على اليوتيوب، صفحتي الرسميه على الفيسبوك، وجميع الدورات التدريبيه المجانيه والمدفوعه. وهنا من خلال الانكوجنيتو براوزر بفرجكم هنا، لو ضغطت مثلا على المصادر، طبعا هنا انا بدي لك اشياء لها قيمه. المصادر دي في منها المجاني وفي منها المدفوع، والله انا في الاساس كنت عامل الصفحه دي ليا انا شخصيا، انها
كارشيف ليا يعني اركايف بالانجلش نقول عليه اركايف، وبجمع فيه كل الاشياء اللي انا شخصيا بستخدمها علشان ما توهش. لكن والله قلت ليه لا اديها لكم يا شباب وزكاة العلم نشره، مفيش اي مانع ان انا اديكم كل الاشياء اللي انا حقيقة بستخدمها في رحلتي مع الافليت ماركتينج بشكل عام. ايضا مصادر نشر كتب على كيندل امازون، هتلاقي نفسك بتروح على هذه الصفحة تضغط هنا، طبعا ده رابط نوشن، لو طلعت لك بالشكل ده اضغط على جاليري هتلاقيها بقت صناديق زي ما انتم شايفين كده. هذه يا شباب جميع مصادر كيندل بالنسبة لي، سواء كان كورسات او مصادر مدفوعة او مجانية. وانا بقى قناتي على اليوتيوب، ودي بقى جميع الدورات التدريبية بتاعتي انا مجانية او مدفوعة، وصفحتي على الفيسبوك. طيب هعمل ده ازاي؟ انت فهمتنا بس ما قلتناش هنعمل ده ازاي. هتيجي على لينك تري اللي انا فرجتكم عليه، linktr.ee، تمام، وهتعمل في البداية لنفسك اكونت. بعد ما بتعمل اكونت بتاعك هنا خلاص بتيجي على اد نيو لينك، هتلاقيها في وشك على طول كده، تضغط عليها زي ما انا اهو ضغطت قدامكم حالا. باجي هنا بكتب العنوان اللي هو ده مثلا مصادر التسويق بالعمولة واليوتيوب، واليو ار ال هنا الرابط بتاعي اللي هو ده، وخلاص. وبضغط هنا بره كده بحفظه، مش عايزه بتعمل له ديليت، او لو مش عايزه يظهر حاليا ممكن فقط لو هو كده باللون الاخضر كده هيظهر هنا، يعني هنا اهو كتابه المحتوى بتقنيه الذكاء الاصطناعي ظهرت لي هنا اهو، لكن انا مش عايزها تظهر لانها بالفعل موجوده داخل مصادر التسويق بالعموله واليوتيوب، فهقفلها. هتتشال من هنا اهي، اتشالت. دي اشياء انا احيانا بحطها بقفلها بفتحها على حسب ما انا عايز. اذا هي دي الطريقه. طبعا وانت بتعمل اكونت بتختار لنفسك الامداد بتاعك، انا هنا مختار ام اي انصاري، فانت تختار لنفسك حاجه وتكون قصيره، ما تختارش شيء طويل. عايز اللون ده يتغير بتيجي على ابييرنس اللي فوق على الشمال، مالكش دعوه بابجريد، بتنزل تحت شويه وبتختار الحاجات المجانيه بتغير اللون زي ما انت عايز. اضيف بس معلومه، انا لو جيت هنا على هذه العلامه ثام نيل واسمها ثام نيل يا شباب، محدش ينطق البي، اضغط هنا وارفع الصوره اللي هتظهر هنا كده زي ما انتم شايفينها هنا كده اهي، بتدي شكل جمالي يعني زي ما انتم شايفين. اذا ده الشكل. هنا بقى عندي 1 2 3 4 5 كميه المعلومات اللي انا حطيتها وكميه المصادر في هذه الروابط الخمسه هي كبير جدا جدا. دي الطريقه اللي انا حبيت استعرضها معاكم، انا عاملها على الانستجرام اهو زي ما انتم شايفين، عاملها هنا على الانستجرام، ومفيش مانع ان انا والله احطها كمان هنا على التيك توك، يبقى انا هضيفها ان شاء الله بعد هذا الفيديو. ويا ريت يا شباب لو مش متابعيني هنا على التيك توك هتلاقوا اشياء مفيده، مش كل شيء على التيك توك بيكون تافه يا شباب. ومعلومه يا شباب انهي بيها، انا عملت اكونت خلال العشر ايام اللي فاتوا دول على التيك توك لحاجه تانية لنيش اخر، والله خلال الفتره الوجيزه دي كام يوم بقى عندي تقريبا 3000 متابع وتقريبا 12000 لايكس، وحاجه يعني بصراحه زيارات بالالاف ومشاهدات بالالاف على هذا الاكونت الجديد اللي ان شاء الله ممكن فيما بعد اجي اكلمكم عنه باذن الله. ده اللي انا حبيت اقوله يا شباب في هذا الفيديو، اتبعوا الاستراتيجيه، خدوا خطوه، ما تخلوش اليوم يعدي من غير ما تعملوا اي حاجه مفيده. ده اللي انا حبيت اقوله في هذا الفيديو. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. شكرا لكم، ولا تنسوا ان ناسب الناس ومن يعني يعن، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.